السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الاقتصادية أجامي أو اثنين. عنوان الدرس لليوم الأنماط الزراعية. أستعرض معكم أعزائي الطلبة أهداف درس اليوم. 1- أن يتعرف الطالب أنماط الزراعات التقليدية وخصائص كل واحدة منها. 2- أن يتعرف الطالب أنماط الزراعات الحديثة وخصائص كل واحدة منها. 3- أن يقرأ الطالب خريطة الأنواع الرئيسية للزراعة في العالم ويحللها. 4- أن يحلل الطالب صوراً للأنماط الزراعية. أبدأ معكم أعزائي الطلبة في مقدمة لهذه الدرس. الآن عزيزي الطالب، هل جميع الزراعات في العالم متشابهة؟ الإجابة حتماً لا، لذلك تتنوع الزراعات في العالم بتنوع المعطيات الطبيعية والبشرية. سنتعرف اليوم ما هي الأنماط الزراعية الكبرى، ما هي خصائص كل منها، وكيف تتوزع في العالم. أبدأ معك بالنشاط الأول، الزراعات التقليدية. أمامك مجموعة من الصور، تأمل في الصور ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. الصورة الأولى، زراعة متنقلة تقوم على الحرائق في وادي أومو في إثيوبيا. الصورة الثانية، تربية الأغنام في أرياف مالي. والصورة الثالثة، لزراعة مروية. كيف تبدو لك التقنيات المستعملة في الزراعات؟ وهل أن إنتاج هذه الزراعات موجه للاستهلاك المعيشي أم موجه للسوق؟ نستنتج أعزائي الطلبة بأن الزراعات التقليدية من أهم خصائصها أنه مارسها الإنسان منذ القدم، كما أنها زراعات موجهة أساساً لتلبية الحاجات المعيشية، وهي تستعمل غالباً وسائل تقليدية، لذلك سميت بالزراعات التقليدية لأنها زراعات قديمة، وهي تشمل الزراعات الواسعة والكثيفة. الآن سأفصل الزراعات الواسعة والكثيفة، وسأبدأ بالزراعات الواسعة. تنقسم الزراعات الواسعة إلى مجموعة من الأنواع. أول نوع هي الزراعة المتنقلة. أمامك صورة عزيزي الطالب، تأمل في الصورة وفي الخريطة الموالية لها ثم أجب عن الأسئلة. من خلال الصورة، ما هي التقنية المستعملة في هذه الزراعة؟ وحدد على الخريطة المناطق التي تمارس فيها هذه الزراعة. تأمل في هذه الصورة وركز على ما هي التقنية أو الطريقة المستعملة في هذه الزراعة وأيضا في هذه الخريطة. استعن بمفتاح الخريطة وابحث عن زراعة متنقلة وحدد اللون المناسب لها. من هنا نستنتج خصائص الزراعة المتنقلة. نلاحظ بأنها تنتشر في مناطق السافانا والغابة الاستوائية، وسأعود الآن إلى الخريطة لنحدد مناطق السافانا والغابة الاستوائية. كما أنها تستخدم النار كوسيلة لاستصلاح الأرض، حيث تحرق الأشجار والأعشاب ليستعمل رمادها كسماد للتربة. الآن بالعودة إلى الخريطة عزيزي الطالب، نحدد مناطق انتشار الزراعات المتنقلة بالاستعانة بمفتاح الخريطة. نلاحظ زراعات بعلية انتشارية متنقلة ومستقرة باللون الأخضر الفاتح. نلاحظ بأنها تنتشر في مناطق واسعة من أفريقيا، ومناطق من أمريكا الوسطى، ومناطق من جنوب شرق آسيا، حيث تنتشر في هذه المناطق الغابات الاستوائية وحشائش السافانا. وبالعودة إلى الصورة السابقة، نلاحظ بأن التقنية المستخدمة في الزراعة هي النار، حيث تستعمل النار كوسيلة لاستصلاح الأرض ويستعمل رمادها كسماد للتربة. فإذا من خصائص الزراعات المتنقلة، تعرفنا على أماكن انتشارها والوسيلة المستعملة لاستصلاح الأرض فيها. تستغل الأرض المحروقة لمدة 3 سنوات ثم تترك منهكة، وينتقل المزارعون لاستصلاح أراض جديدة متبعين الأسلوب نفسه. هذه الزراعات المتنقلة تستهلك مساحات واسعة
ونلاحظ بأنها تابعة إلى النوع الأول من الأنماط وهي الزراعات الواسعة، لذلك هي تستهلك مساحات واسعة، كما أنها تعد من الزراعات ذات المردود الضعيف. أنتقل معك عزيز الطالب إلى النوع الثاني من الزراعات الواسعة وهو الرعي الواسع. أمامك صورة، تأمل في الصورة ثم أجب عن الأسئلة التالية. من خلال الصورة، ما هي الطريقة المستعملة في تربية الأغنام؟ تشهد هذه الزراعة تراجعاً، بماذا تفسر ذلك؟ نستنتج الآن من الصورة السابقة خصائص الرعي الواسع. نلاحظ بأنه ينتشر في المناطق الجافة والصحراوية، ويتم بقطع الرعاة لمسافات طويلة. لماذا يقطع الرعاة مسافات طويلة؟ الإجابة بسبب ندرة الغطاء النباتي، وذلك بحسب الفصول. كما أن الرعي الواسع يرتبط بحياة الترحال والبداوة التي تشهد تراجعاً. هنا أيضاً ممكن أسأل سؤال عزيز الطالب، لماذا يشهد تراجعاً هذا النوع من الزراعات؟ الإجابة بسبب توطين البدو في أغلب البلدان الإفريقية والآسيوية. أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى النوع الثاني من الزراعات التقليدية وهي الزراعات الكثيفة، وتنقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول هي الزراعة المروية. أمامك صورة، تأمل في الصورة وفي الخريطة الموالية ثم أجب عن الأسئلة. من خلال الصورة، ما هي الطريقة المستعملة في هذه الزراعة؟ أين تنتشر هذه الزراعة؟ ما العوامل التي ساعدت على تعاطي هذه الزراعة؟ الآن استعن بالخريطة وابحث عن زراعات مروية. الآن بالاستعانة بالصورة والخريطة نستنتج أهم خصائص الزراعات المروية، وسأعود وأشير على الخريطة أهم مناطق التي توجد في هذه الزراعات. نلاحظ بأنها تنتشر في المناطق الجافة كوادي النيل وسهل الفرات وسهل الهندوس. بالعودة إلى الخريطة وبالاستعانة بالمفتاح نجد بأن الزراعات الكثيفة ري متقطع. نجد بأن الزراعات الكثيفة ري متقطع باللون الأخضر الغامق. نلاحظ بأن هذا اللون يتركز في وادي النيل، سهل الهندوس، وسهل الفرات، بالإضافة إلى مناطق من شرق آسيا. لماذا تنتشر هذه الزراعة في هذه المناطق؟ ما العوامل التي ساعدت على الزراعة في هذه المناطق؟ الإجابة هي بسبب كثافة السكان وخصوبة التربة. من أهم خصائص الزراعات المروية أيضا أنها شهدت تحديثا بسبب شق قنوات الري واستخدام الضخ الآلي وبناء السدود وتوصيل الكهرباء، كما أنها تتسم بالجمع بين الحاجات المحلية وحاجات السوق الدولية. الآن أنتقل معكم إلى النوع الآخر من الزراعات الكثيفة وهي زراعة الواحات. أمامك صورة عزيز الطالب، تأمل في الصورة ثم أجب عن الأسئلة التالية. من خلال الصورة، ما هي الزراعات التي توجد تحت النخيل؟ تشهد زراعة الواحات تراجعاً، ما أسباب ذلك؟ الآن نستنتج خصائص زراعة الواحات بأنها تنتشر داخل الصحاري على شكل جزر خضراء تتوسع كلما توفرت المياه، أي أن الواحات هي عبارة عن جزر خضراء تتوسع كلما توافرت المياه، وهي تجمع بين زراعة الأشجار المثمرة والخضر التي تستفيد من ظل النخيل الذي يخفف من عملية النتح والتبخر. إذن الآن السؤال، ما هي الزراعات التي توجد تحت النخيل؟ هي زراعة الأشجار المثمرة والخضر. كما أن من خصائص زراعة الواحات أنها تشهد تراجعا حاليا،
بما تفسر تراجع بعض الواحات حاليا؟ الإجابة بسبب انجذاب الشباب نحو الحياة المدنية وتحول بعضها إلى مناطق سياحية وشح الموارد المائية. هناك بعض آخر من الواحات قد تم تحديثه في بعض الدول كما في السعودية وليبيا. ماذا قامت هذه الدول لتحديث هذه الواحات؟ قامت هذه الدول بتأمين مستلزمات البقاء عن طريق تحسين الري، تأمين الآلات، ودعم أسعار المنتجات الزراعية. الآن أنتقل معكم إلى النوع الثالث من الزراعات الكثيفة، وهي زراعة الأرز. أمامك صورة أيضا، تأمل في الصورة وفي الخريطة الموالية ثم أجب عن الأسئلة. من خلال الصورة، ما هي الطريقة المستعملة في هذه الزراعة؟ أين تنتشر هذه الزراعة؟ ما العوامل التي ساعدت على تعاطي هذه الزراعة؟ استعن بالخريطة وابحث، استعن بمفتاح الخريطة وابحث عن زراعة كثيفة يسيطر عليها الأرز. نستنتج الآن من خصائص زراعة الأرز أنها تنتشر في آسيا الموسمية. لماذا تنتشر زراعة الأرز في آسيا الموسمية؟ ما العوامل، ما الشروط الملائمة لزراعة الأرز في آسيا الموسمية؟ الإجابة حيث تتوافر الظروف الملائمة لها والمتمثلة في الحرارة العالية، المياه الوافرة، التراب الفيضية، والعدد الكافي من الأيدي العاملة. الآن بالعودة إلى الخريطة، نحدد أماكن انتشار الزراعات الكثيفة التي يسيطر عليها الأرز. نلاحظ باللون البرتقالي هي زراعات كثيفة يسيطر عليها الأرز، ونلاحظ انتشارها في مناطق من آسيا الموسمية. لماذا تنتشر في آسيا الموسمية؟ بسبب توافر الشروط الملائمة، وهي الحرارة العالية، المياه الوافرة، التراب الخصبة، والأيدي العاملة. الآن زراعة الأرز تعتمد على كثافة في اليد العاملة. لماذا تعتمد زراعة الأرز على كثافة في اليد العاملة؟ لأنها تستعمل في جميع مراحل زراعة الأرز التي تتضمن الزرع والحراثة والغرس والتعويم والتعشيب والحصاد. في بورما وتايلاند تستعمل الآلات بشكل مكثف، وذلك لتوافر الدلتاءات الواسعة، كما أنه يخصص قسم من إنتاجها للتصدير. الآن انتهينا أعزائي الطلبة من القسم الأول من الأنماط الزراعية، وكانت الزراعات التقليدية والتي تنقسم إلى الزراعات الواسعة والزراعات الكثيفة. الآن أنتقل معكم إلى الزراعات الحديثة. أمامك مستند للمنظومة الزراعية، سلسلة تجمع بين الصناعة والزراعة والخدمات. حدد مظاهر ترابط الزراعة بالصناعة والخدمات. ركز معي عزيزي الطالب، في المدخلات أمامنا الصناعات الأساسية والخدمات الزراعية. إذن الصناعات الأساسية والخدمات الزراعية هي مدخلات إلى المؤسسة الزراعية. ماذا تشمل الصناعة الأساسية؟ الصناعة الأساسية تشمل على آلات زراعية، بذور مؤصلة، أعلاف، وأدوية. ماذا تشمل الخدمات الزراعية؟ الخدمات الزراعية تشمل على أبحاث زراعية، إشراف فني، إدارة وتمويل. ستدخل الصناعة والخدمات إلى المؤسسة الزراعية. ماذا يوجد في المؤسسة الزراعية؟ المؤسسة الزراعية تحتوي على الأرض الزراعية، اليد العاملة، والتجهيزات والإنشاءات. بعد أن يتم الزراعة داخل المؤسسة الزراعية، إلى أين تذهب المحاصيل؟
تذهب المحاصيل الزراعية إلى إما السوق الاستهلاكية أو إلى الصناعة الغذائية عن طريق التبريد والتحويل، وهي ما يسمى بالمخرجات. من خلال المستند السابق نستنتج خصائص الزراعات الحديثة، ونلاحظ بأنها زراعات موجهة ومنظمة ومتخصصة لتلبية حاجات السوق العالمية والمحلية، كما أنها تعتمد على الآلة في مراحل الإنتاج، وهي تدار كما رأينا في المستند السابق، وهي تدار من قبل مؤسسات صناعية وخدمية كبيرة، وهي بذلك تشكل حلقة من حلقات المنظومة الزراعية الصناعية الخدمية. الآن أنتقل معكم إلى أنواع الزراعات الحديثة. تتنوع الزراعات الحديثة ما بين زراعات حديثة متخصصة وحديثة متنوعة. أبدأ معكم أعزائي الطلبة بالحديثة المتخصصة. أمامك صورتين، الصورة الأولى لتربية ماشية كثيفة في الصين، مزرعة تحتوي على 22 ألف بقرة، والصورة الثانية لتربية ماشية واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تأمل الصورتين ثم أجب عن الأسئلة التالية. من خلال الصورة الأولى مستند 13، أين تتم تربية الماشية الكثيفة وما الهدف من ذلك؟ ومن خلال الصورة الثانية مستند 14، بماذا تتميز مراعي تربية الماشية الواسعة وأين تنتشر تربية الماشية الكثيفة؟ نستنتج من الصورتين وبالاستعانة أيضا بالخريطة لنبحث عن تربية ماشية. استعن عزيز الطالب بمفتاح الخريطة وابحث عن زراعة وتربية حيوانات وحدد الألوان المناسبة. الآن نستنتج من الصور ومن الخريطة بأن تربية الماشية تنتشر، تربية الماشية الكثيفة تنتشر في العديد من مناطق أوروبا وشمالها ومنطقة البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية وفي أستراليا وفي الأرجنتين، حيث تتخصص في تربية الأبقار والأغنام لإنتاج الحليب ومشتقاته، وتتم في إسطبلات حديثة التجهيز ضمن مراعي غنية مزودة بالأعلاف. لأعود معكم أعزائي الطلبة إلى الخريطة ونحدد تربية ماشية مكثفة متخصصة في إنتاج الحليب. نلاحظ تربية حيوانات وإنتاج كثيف للحليب باللون البني، ونلاحظ بأنها تنتشر في أجزاء من أستراليا من أوروبا ومن أمريكا. وبالعودة أيضا إلى الصورة السابقة نلاحظ بأنها تربى الأبقار في إسطبلات حديثة مجهزة ومزودة بالأعلاف. إذن هذه خصائص تربية الماشية الكثيفة. أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى النوع الثاني من الزراعات الحديثة المتخصصة، وهي تربية الماشية الواسعة. نلاحظ بأنها تسود في أغلب بلدان العالم، حيث تكون المراعي مسيجة مما يسهل من تطبيق الدورة الرعوية. زاد الاهتمام بنوعية المراعي وبطاقتها الغذائية أي الحمولة الرعوية. اتجهت أغلب المؤسسات إلى تأصيل القطعان لتحقيق مردود عال من اللحوم والصوف. إذن الآن بالعودة إلى الخريطة وبالاستعانة بمفتاح الخريطة، عزيزي الطالب ابحث عن تربية حيوانات متخصصة في إنتاج اللحوم. سنلاحظ بأن تربية حيوانات وإنتاج كثيف للحوم هي باللون الأصفر، ونلاحظ انتشارها، تنتشر وهي تسود في أغلب دول العالم، لذلك نلاحظ هذا اللون انتشاره في أغلب دول العالم، حيث أن المراعي مسيجة مما يسهل من تطبيق الدورة الرعوية، كما أنها تتخصص في إنتاج اللحوم والصوف.
أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى النوع الثالث من الزراعات الحديثة المتخصصة، وهي زراعة القمح والحبوب. تأمل في الصورة ثم أجب عن الأسئلة. صف الصورة وبين خصائص زراعة القمح في فرنسا. الآن نستنتج بعض خصائص زراعة القمح والحبوب. نلاحظ بأنها تسود في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واستراليا وأوروبا والصين. من أهم خصائص هذه الزراعة الاستعمال الكثيف للآلات والتقنيات في كل مراحل العمل. 2. الإنتاج الضخم والمردود المرتفع. 3. تخزين الإنتاج في صوامع كبيرة. 4. تصدير جزء كبير من الإنتاج. 5. اتساع مساحات الأراضي المزروعة، وهذا ما نلاحظه في الصورة السابقة، وهو اتساع المساحات في هذه الزراعة. عزيزي الطالب، يعتبر مزارع الحبوب الأمريكي رجل أعمال ولا يعتبر مجرد مزارع أو فلاح عادي. لماذا يعتبر مزارع الحبوب الأمريكي رجل أعمال؟ الإجابة هي لأنه يمارس الزراعة خلال فترة معينة من السنة، كما أنه يتمتع بمهارات عدة كالإدارة والإلمام بعلم التربة والهندسة الزراعية ومراقبة أسواق الحبوب وبورصة الأسعار ليبيع الإنتاج في الوقت المناسب. إذن لماذا يعتبر مزارع الحبوب الأمريكي رجل أعمال؟ لأنه يمارس الزراعة خلال فترة معينة من السنة ويتمتع بمهارات عدة كالإدارة والإلمام بعلم التربة والهندسة الزراعية ومراقبة أسواق الحبوب وبورصة الأسعار ليبيع الإنتاج في الوقت المناسب. الآن عزيزي الطالب، أنتقل معكم إلى النوع الآخر من الزراعات الحديثة، وهي الزراعات الحديثة المتنوعة. انتهينا الآن من الزراعات الحديثة المتخصصة، والتي شملت على تربية الماشية المكثفة وتربية الماشية الواسعة وزراعة القمح والحبوب. الآن أنتقل معكم إلى النوع الثاني، وهي زراعات متنوعة وتشمل على النوع الأول، وهي الزراعات العلمية المتعددة الإنتاج. أمامك صورة، تأمل في الصورة ثم أجب عن الأسئلة. صف الصورة وبين المقصود من الزراعة متعددة المحاصيل، وما الهدف من ممارسة هذا النوع من الزراعة؟ نلاحظ بأن في الصورة هناك أنواع متعددة من الزراعات، لذلك هي سميت بزراعة علمية متعددة الإنتاج. نستخلص ونستنتج بأن من أهم خصائص الزراعة العلمية متعددة الإنتاج أنها تزدهر في وسط أوروبا وغربها والمناطق المتوسطية، كما أنها تجمع بين تربية الماشية وزراعة الحبوب أو زراعة الحبوب والشمندر والخضر، لذلك هناك تنوع في الإنتاج، كما أنها تتميز بصغر مساحات الأراضي المزروعة قياسا إلى المساحات الكبيرة في زراعة القمح والحبوب كما لاحظنا في الصورة السابقة. يهدف هذا النوع الزراعي إلى تجنب فائض الإنتاج وهبوط الأسعار، الحفاظ على خصوبة التربة وتلبية حاجات السوق. هذه أهداف الزراعة العلمية المتعددة الإنتاج. أنتقل معكم الآن أعزائي الطلبة للنوع الثاني من الزراعات الحديثة المتنوعة، وهي الزراعات الرأسمالية في العالم النامي. تنتشر في المناطق الاستوائية والمدارية بالدول النامية. لماذا تنتشر في المناطق الاستوائية والمدارية بالدول النامية؟ الإجابة بسبب تعذر نموها في المناطق المعتدلة، كما أنها تقع على السواحل بالقرب من الموانئ أو خطوط المواصلات. لماذا تقع هذه الزراعات بالقرب من الموانئ أو خطوط المواصلات؟ لأن إنتاجها مخصص للتصدير. تتمثل في زراعة أنواع متعددة، لذلك هي من أنواع الزراعات الحديثة المتنوعة
وذلك بسبب تنوع الإنتاج الزراعي فيها، مثل زراعة الأناناس والكاكاو والبن والقطن والمطاط الطبيعي والموز وغيرها. من خصائص هذه الزراعة يتم تمويلها من قبل مؤسسات زراعية كبرى، لذلك هي زراعات رأسمالية، أي أنه يتم تمويلها من قبل مؤسسات زراعية كبرى، عادة ما تكون هي مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات. تشغيلها للعمال المحليين الذين يتقاضون أجورا متدنية، لأن العمال المحليين هم عمال من الدول النامية، لذلك هم يتقاضون أجورا متدنية. توسعها على حساب الزراعات المعيشية التي كان يعتمد عليها المزارعون والفلاحون المحليون. استعمالها المكننة بكثافة، أي استعمالها الأدوات والآلات الحديثة بكثافة. الآن وصلنا معكم أعزائي الطلبة إلى نهاية الدرس، وانتهينا من جميع أنواع الأنماط الزراعية. شكرا لحسن استماعكم.